باقلة أنفاس بريس، حنا تنتواجدوا بمقر جهات الدار البيضاء السطات. المناسبة هي انعقاد دورة استثنائية لهذا المجلس هذا من أجل يعني الحسم في أسماء رؤساء اللجان. العملية تمت يعني بواحد الجو اللي هو عادي جدا، حيث حسم أعضاء المجلس الجديد في أسماء رؤساء اللجان الدائمة لهذا المجلس. وما الإخوان الأعضاء والعضوات عبروا على الرأي ديالهم. اليوم كانت دورة استثنائية واختتمت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء السطات، اللي تم انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، وكذلك انتخاب ممثل المعارضة داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وكان هناك رغبات لبعض الإخوان في الترشح للرئاسة والترشح للنيابة، وتم التصويت عليهم بالأغلبية ديال الحاضرين. بحكم تجربة طويلة التي قضيتها في التعليم، أنا مررت من أستاذة التعليم الثانوي إلى أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمسيك جامعة الدار البيضاء، أعتقد أن عندي واحد الركام هائل من المشاكل الإشكالية ديال التعليم اللي كيعيشها المغرب. وكوني أقتن بالجهة، لدي ركام آخر على الصعيد الجهوي بالنسبة لجهة الدار البيضاء السطات على مختلف الأماكن الجغرافية والطاقات البشرية والنسب المئوية إلى غير ذلك. فأملنا في الله كبير أن نشتغل في هذه الولاية ونأتي بالجديد على الصعيد الجهوي فيما يخص فك بعض المشاكل التي تطرحها إشكالية التعليم في الجهة. أولا القانون المادة 38 من القانون الداخلي كتفرض أن الترشيحات خصهم يتقدموا 24 ساعة قبل الجلسة، إذا الترشيحات اللي تقدموا هما هذوك. وبطبيعة الحال كان في إطار التحالف الثلاثي ما بين الأحزاب تم التوافق، والحمد لله أنتم كتشوفوا بأنه الأمور مرت بشكل سلس. وكنشكروا الإخوان الأعضاء ديال المجلس على الانضباط ديالهم وعلى هذا الجو الحمد لله الرائع اللي عطاوه اليوم من خلال انتخاب ديال الأجهزة واللي هما اللجان والممثل ديال المعارضة داخل لجنة الإشراف والمراقبة لجنة الوكالة تنفيذ المشاريع. كنشكر أيضا الفرقاء الشركاء السياسيين من الأحزاب كلها اللي الحمد لله كان واحد الروح ديال المسؤولية، ومن طبيعة الحال اللي كانت تقمص مع جميع واللي هو العمل على تنزيل المشاريع ديال الجهة إن شاء الله، واللي غادي نساهموا في التنمية ديال هذه الجهة واللي هي ما سهلة شيء لجهة الدار البيضاء السطات. خلي الحمد لله صاحب الجلالة والمواطنين المغاربة كينتظروا منها أنها تكون هي القاطرة ديال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ديال بلادنا. وحنا الحمد لله اليوم كاين كفاءات اللي إن شاء الله تحت الإشراف ديال السيد الرئيس، واللي إن شاء الله غدا تعمل على تنزيل ديال هذه المشاريع. خلال تجارب الجامعة السابقة أو الجهوية حتى كان المشكلة تاع تفعيل اللجان الدائمة مطروحة على صعيد المناقشة، حيث كان العديد من المتسببين يؤكدون على أن دور اللجان ماشي تنعقد دائما قبل الدورات، ولكن اللجان خاصة دائما تنعقد على طول ومدى السنة من أجل مناقشة المشاكل التي تعرفها سواء المدينة أو الجهة عموما. خلال التجربة سواء على المستوى المحلي في مدينة الدار البيضاء أو الهجرة، كان الجهة كان ديما تطرح مشكلة التفعيل تاع اللجان الدائمة. واش نتوما في المجلس غتكون عندكم هذا التفعيل تاع اللجان ما تبقاش اللجان اللي هي صوري؟ بطبيعة الحال في الولاية السابقة كانت اللجان مفعلة بحكم بأن رؤساء اللجان كانوا كيشتغلوا بصفة منتظمة، ونقاط جدول الأعمال ما كتمر في الدورة حتى كتمر عبر اللجان، وكيكون هناك نقاش كبير ومستفيض في هذا الباب، عاد كدوز للدوره باش يتم التصويت عليها. اذا انت في هذه الولايه ان شاء الله غادي يكون حضور اللجان فعال وسميتو ودائم. ربما حيت الولايه السابقه لاول مره كانت التجربة الجهوية كانت يلا في مخاض يلا خرجت، الآن هذه الولاية التالية أعتقد أن سنتجاوز هذه التعثرات هذه العتبات، والحمد لله كاين الكفاءات ويظهر على أننا سنسير إلى الأمام. هو من طبيعة الحال هو الدور ديالنا احنا كمكتب هو المساعدة لتيسير العمل ديال اللجان، ومن طبيعة الحال هذا الدور ديالنا وغادي نقوموا به وغادي نيسروه. ومن طبيعة الحال كنطلبوا من جميع الفرق السياسيين انهم يلتزموا بالحضور والمشاركة، واليوم الحمد لله جميع الأعضاء عبروا عن الرغبة ديالهم والطموح ديالهم انهم يشتغلوا وينزلوا الدور ديال اللجان داخل المجلس.